جعلنا في البلوكات ايش مرتب حاليا في حلبة مادبة نشحن شوية تشحيطات عملنا مسابقة وربحنا فيها كم شخص فنازلين نشحن كريم والله عشان اخوان معناش قاعدة قبرو فربطناها بكوشوك نستيقو خلص اصلي خلص ما عليك ماسك مية مية مين يعبي هذا مية اخوان شاطر فيكم كلنا الكربة هاي تعال كيف تنلبس كيف تنلبس واحدة عند المي تعال كيف تنلبس واحدة عند المي بدري 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 اخوان هاي سيارة مؤيد جهزها عليها رول كيج كرسي مع حزمات ورا طفاي عشان سلامة الناس اللي بدهم يركبوا معاه. وهي مؤيد عم بجهز السيارة عشان ياخذ كل الرابحين جولة جولة واحد ورا الثاني ان شاء الله يعني. 1000 واحد. طبعا هون اخوان ايش؟ وقعوا ورقة اخلاء مسؤولية انا ماليش دخل صافي مي. عم نظبط الجو برو عشان باينين؟ الرابح معنا يكون مصور في الفيديو كمان. ما عداش يطلع الشعرات. تمام شد لك اياه ولا كويس لا خلص اذا ما عليك تصور تصور انزل على السريع ما قالك انزل انزل طول اسمع اعطيني نظرات عشان تسيرين بالسياره تاخذون لا لا نظرات انا كيف تجرب؟ بس بقدر احكي والله حيب قلبي اخوي سعد قلبك بس بدنا حدا يفتح الباب وعليكم السلام معكم سيف من قناة مؤيد يوسف العياسي لايك شير سبسكرايب مؤيد فيش مي اقتصد بالماء واحد الله بكرة الله الله مؤيد عطشنا يا اخوان بدنا نشرب الدول عم بجهز حزمات للرابح الثاني معنا في المسابقة يلا صوت قيرة هاي مؤيد عم بيظبط الحزمات مستعد للجولة الثانية راوند 2 شو رتب
هذا جير هذا. هاي جير. ترمبة هاي. السلام عليكم. كيف تتربى؟ كم مرة؟ مية مية. شو مرتب؟ زين بريتها يلا. يعطيك العافية. أقول لهم يا الله. افتح افتح الغطا. افتح الباب افتح الباب. كيف شعورك؟ الحمد لله تمام تمام انبسطت؟ تمام سفاح مدرب السيارة عشان جولي التالت ان شاء الله طالعين جولة تبريد اخوان سريعة بس تبريدها السيارة من كثر ما شو اسمه شو حاضر والله هلا كريم والله والله ركبوا له الحزمات والله يلبس الهلمت عشان سلامته اذا ما عملت هوايته بتصور اسرار شلنا الجو برو اللي هون حطيناها فوق غيرنا مكانها اسمع هلا ليش هواي السلام عليكم معكم مويد شوف والله سيف كيف لانه معلوم صوره يلا
فرشي اخوان مؤيد بحالة التهاب. وين ابو العيس؟ كيف شعورك؟ ايش فخم يا زلمه. والله ايش فخم. 100 100 الجناح مؤيد قول لي ايش تسوي؟ بدي اخش الخاوي او اكسر العاب خلاص؟ بدي اخذ كلمة موج على الارض ما صار شيء في الطبون عادي تقحر كان ان شاء الله مؤيد رفع السيارة والاجل لسه ما نفخش طيب مؤيد عم بحاول انفخوه بس مش ظابط شكلنا راح نغيره كامل وطلع هواء شكله الكاوتشوك بنشره اللي صار انه ما زبط منه ما زبط انه يتصلى فجبنا دوم الجلطات تانية جديدة وعليها كوشكات جداد صح؟ مية مية سلام عليك كريم على التصوير اي قلبي مؤيد عم يفك الطبون قدام سامحني بسيارتك عشان بيطلع يوسف بالرغب توين فكينا الطبون قدام هون عليكم السلام سلام عليكم يعطي العافية يعطي العافية خلاص اروحات يلا فقعت بسرعه يلا
خلينا الفلوق. السلام عليكم. قسم بالله تعبان. بس عاد تظبط صح؟ هاي برامج كله مو اخوان. خلص هيك خلصنا. هاي اخر كوكوكه. هذا هلا سعد اموره طيبه. السلام عليكم. ان شاء الله تكون عجبتكم الحلقه ويسلم ايديك كريم على التصوير. راح احط لكم اخوان كريم عنده يوتيوب شانل بيعمل فيها شغلات والله ايش مرتب. فوتوا اعملوا سكريب. هذه اخوان نكون وصلنا لنهايه المقطع. يعني ان شاء الله تكون عجبتكم الحلقه والسلام عليكم ويعطيكم العافيه جميعا. والله لا تنسونا لايك شير سبسكرايب. لايك شير سبسكرايب كريم سبسكرايب. ضبطونا ضبطونا يا اخوان.